ليس هو ها هنا لكنه قام. من بستان القبر في مدينة القدس القديمة سنواصل دراستنا في إنجيل يوحنا، وسأقرأ في هذا الوقت من إصحاح 20. وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق، فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر، فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما: أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معا. فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة، والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا في موضع وحده. فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات. فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما. عزيزي المشاهد، من بستان القبر في مدينة القدس سوف نواصل حديثنا عن قيامة المسيح. قبل أن أتحدث عن القيامة أريد أن أقول أن المسيح صلب يوم الجمعة ومات أمام شهود كثيرين، ثم أحضر إلى قبر جديد كما ترون، القبر منحوت من الصخر ودفن في هذا القبر. وطبعا قبل الدفن يوسف الرامي ونيقوديموس عملوا كمية كبيرة من المر والعود أي الحنوط، يقول كتاب 100 منا أي 70 رطل من الحنوط. ثم دحرجوا حجر عظيم أمام القبر ووضعوا الختم الروماني الذي لا يكسر، ثم وضعوا حراس كثيرون حرس رومي لكي يحفظوا مكان القبر. وطبعا برهان آخر التلاميذ هربوا، فكان المسيح موجود في القبر، هذا كانت حقيقة واضحة. لكن في هذا الإصحاح في إنجيل يوحنا نرى القبر المفتوح، القبر الخالي من الجثة، ثم المنديل الملفوف الموضوع جانبا بترتيب وبعناية. إخوتي وأخواتي، إن القيامة هي تاج بل هي معجزة المعجزات، هي حجر الزاوية في الإنجيل، رأس الزاوية لإيماننا كإيماننا في كمسيحيين، هي ضمان صدق الرسل أن ما قالوه هو حق، ثم هي حجة صدق سيدهم لأن المسيح تحدث أيضا عن قيامته. القيامة هي محور وموضوع كرازة المؤمنين المسيحيين، القيامة هي مركز وأساس إيماننا، القيامة هي تتميم عمل الفداء والغفران الذي تم على الصليب وتوج بقيامة يسوع من بين الأموات. القيامة هي الرجاء لنا للحياة الأبدية، لأن المسيح قام وهو حي أننا سنحيا وسنقوم معه أيضا. القيامة أحبائي أيضا هي أساس نصرتنا، أساس نصرتنا هي القيامة لأننا نتبع رب ومخلص حي. ثم القيامة هي مفتاح عقيدة الإيمان المسيحي، القيامة تبرهن أن المسيح هو ابن الله كما يقول الرسول بولس في الإصحاح الأول من رسالته إلى روميا: تعين ابن الله بقوة القيامة. ثم القيامة وعمل المسيح الكفار الكامل على الصليب والقيامة أكمل، وبواسطة القيامة أصبح هذا العمل فعال ونشيط. ثم أحبائي، الصليب فارغ، القبر فارغ كما ترون،
وهذه الورقة أو الإثبات أن الدين قد دفع عنك وعني. القيامة تثبت أن المسيح هو المخلص، المسيح هو المقدس، المسيح هو الشفيع، وأنه يوما ما سيرجع لكي يدين الأحياء والأموات عند مجيء الثاني، ويرجع أيضا ليملك. المسيح هو الكل في الكل، تم بواسطة القيامة. توجد براهين كثيرة للقيامة، فمثلا القبر الفارغ. عندما جاءت المريمات رأينا أن الحجر العظيم قد دحرج وأن القبر فارغ، وظهر لهم ملاك وأخبرهم أنه ليس هو هاهنا لكنه قام. فالقبر فارغ حقيقة تاريخية، المسيح حي يعمل في حياتنا. ثم الأكفان. الأكفان يقول كتاب أن المسيح انسحب أو انسل من هذه الأكفان، كانت موضوعة بترتيب وعناية، تثبت عندما جاء يوحنا وبطرس أنهم رأوها كما هي ملفوفة، والمنديل اللي كان على رأس المسيح ملفوف وموضوع بترتيب جانبا. هذا يثبت أن جسد المسيح لم يسرق أو يعبث به، المنديل الملفوف. ثم الجسد انسحب من الأكفان، وهذا كان تأكيد لإيمان يوحنا، يقول في رسالته أو في إنجيل يوحنا رأى وآمن. ثم أحبائي يقول الكتاب عن وضع الحجر إنه حجر كبير جدا، والسؤال من دحرج الحجر؟ فدحرج الحجر لكي يبرهن أن المسيح قام من بين الأموات. ثم الختم الروماني، عادة إذا كسر الختم الروماني عقوبة كسر الختم هي الموت، فالختم كسر وعقوبة الموت. لهذا السبب قالوا المتدينين اليهود للحرس: نحن نتكلم عنكم أمام الولاة، وحاولوا أن يعطوهن رشوة في النقود. ثم الحرس اللي كان موجود، أيعقل إنه التلاميذ أو أي شخص آخر يتجرأ أن يأتي أمام الحرس الذي لا ينام يحفظ ويحرس هذا القبر؟ كان دليل وبرهان على قيامة المسيح. ثم الزلزلة العظيمة التي حدثت في هذا المكان. ثم الظهورات العديدة، ظهر لمريم المجدلية، ظهر للتلاميذ في العلية، ظهر للتلاميذ مع توما، ظهر لبطرس، ظهر للتلاميذ على بحيرة طبرية، ظهر لتلميذي عمواس. 40 يوما أراهم ببراهين حية وإثباتات أنه حي وأنه قام، ويكتب عنه الرسول بولس أنه ظهر لدفعة واحدة أكثر من 500 أخ، وهم باقون حتى هذا الوقت. ثم أحبائي صمت الأعداء. عندما تحدثوا التلاميذ عن رسالة القيامة، كان لابد أنه يثبتوا أنه القبر موجود أو الجثة موجودة، لكن صمت الأعداء كان دليل واضح أنه المسيح حي وأنه قام من بين الأموات. ثم تغيير الجذر له في حياة التلاميذ. التلاميذ كانوا خائفين، مرتعبين، هاربين، لكن عندما قام المسيح من بين الأموات وظهر لهم وأعطاهم عطية الروح القدس، تحولوا إلى شهود أمناء، ومعظم التلاميذ ما عدا يوحنا استشهدوا في سبيل رسالة القيامة. أيعقل أن جميع التلاميذ ومعظم الرسل في الكنيسة الأولى يموتون لأجل خدعة أو كذبة؟ فتغيير التلاميذ الجذري دليل ساطع على قوة القيامة. وبالواقع التغيير حتى اليوم، الملايين ومئات الملايين تغيرت حياتهم بسبب قوة القيامة. ثم يوم الأحد، كان يوم العبادة يوم السبت، تحول إلى أول يوم في الأسبوع، وهذا دليل على قيامة المسيح. ثم الفريضتان اللي تركهن الرب يسوع، العشاء الرباني والمعمودية، تخبر بموت وقيامة المسيح. أحبائي قيامة المسيح كسرت عقوبة الخطية. قيامة المسيح دمر مركز سلطان الخطية، سحق الموت، سحق إبليس، وأظهر أن الشيطان هو عدو مهزوم، وأن القيامة هي العلاج والشفاء لخطية الإنسان. ما أعظم صلب وقيامة المسيح. أحبائي قام المسيح كملك غالب ظافر على الموت. شيء مهم لازم نعرفه، قبولنا نتائج الموت، والقيامة تعني قبول قوة الله لحياتنا،
قوة الله المغيرة. ملحوظة أخرى، عندما تقبل المسيح المقام ملكا على حياتك تبدأ المعارك بين النور والظلمة. يقول كتاب عن المسيح: الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. وينبغي أن نعترف كما يقول الكتاب: إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. بالحقيقة قام، ليس هو ها هنا لكنه قام. أصلي أن المسيح المقام رب الحياة أن يقيم كل إنسان عائش في سبات الخطية وفي رقاد النوم والموت، أن يقيمك لكي تسلك معه في جدة الحياة. عند شق الفجر باكر في صباح الأحد قام رب المجد ناصر شعبه للأبد. قام رب المجد ناصر شعبه للأبد. أنت دست الموت وحدك يا يسوع الناصري، مظهرا للخلق مجدك بالجمال الباهري، مظهرا للخلق مجدك بالجمال الباهري. قام حقا قام رب يسوع السلام. هللويا هللويا الرب قام. قام حقا قام رب يسوع السلام. هللويا هللويا الرب قام الرب قام الرب قام. أعزائي المشاهدين، سنواصل دراستنا في إنجيل يوحنا، وفي هذه الحلقة سوف أتحدث عن ظهورات المسيح. ظهر المسيح للتلاميذ في عدة أماكن، واحدة من الأماكن هنا بحيرة طبرية أو بحيرة كنيرت أو بحيرة الجليل كما تسمى. هذه البحيرة لها ذكريات جميلة في أذهان التلاميذ، لأنهم عاشوا مع المسيح حول هذه البحيرة مدة 3 سنين. حول هذه البحيرة أجرى المسيح معجزات خارقة، أشبع الآلاف، وعلم أجمل وأقوى التعاليم، ومشى على الماء وهدأ العواصف. وراء هذه البحيرة من الجهة الأخرى تستطيع أن ترى مدينة طبرية، ومن بعد تستطيع ترى أيضاً مدينة مجدلة مكان مريم المجدلية. في هذا الإصحاح سوف أقرأ من إنجيل يوحنا الإصحاح 20، وسأبتدئ من الآية 19. ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. وأيضا سأقرأ آية أخرى من سفر أعمال الرسل الإصحاح الأول والآية الثالثة.
الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. إن الديانة المسيحية لا ترتكز على مجرد شرائع أو عقائد أو طقوس أو فرائض نحاول أن نطبقها أو نمارسها، لكنها أكثر من هذا. إنها تتمحور حول شخص حي، وهذا الشخص الحي هو الرب يسوع المقام من بين الأموات، الذي له القدرة أن يغير ويستطيع أن يشفي، يستطيع أن يحرر، ويستطيع أن يهب الحياة الأبدية. إن ظهورات المسيح بعد قيامته تؤكد وتبرهن صحة الإنجيل، وتؤكد صحة كلمات الرب يسوع المسيح عندما تحدث لتلاميذه. نعم، إنه هزم القبر وقام من بين الأموات، في اليوم الثالث قام من بين الأموات، وظهر عدة ظهورات نقرأ عنها في الكتاب المقدس. ظهر أولاً لمريم المجدلية، مريم المجدلية التي أخرج منها 7 شياطين. وعلى فكرة إحنا من الجهة الأخرى لبحيرة طبرية، عن بعد تستطيع أن ترى بلدة مجدلة، مكان ولادة مريم المجدلية التي أحبت يسوع لأنه غفر لها وحررها من عبودية وسلطان الشياطين. في إنجيل يوحنا إصحاح 20 ظنت أنه البستاني، فقال لها مريم، التفتت وعرفت صوت الرب وأكد وعزز ثقتها فيه. ثم نرى أنه في اليوم الأول، أي في أول أسبوع يوم الأحد، ظهر الرب يسوع المسيح للتلاميذ، جميع التلاميذ ما عدا توما، كما قرأنا في كلمة الله أنه دخل والأبواب المغلقة. فطبعا جسد المسيح الممجد لا تعرف حدودا أو سدودا، فدخل وحياهم بالتحية المسيحية، سلام لكم. هذه التحية التي أصلها كانت تحية يهودية، السلام عليكم، فحياهم بهذه التحية العظيمة ليشجعهم ويطمئنهم ويؤكد لهم أنه المسيح الحي المقام من بين الأموات. ثم ظهر مرة أخرى للتلاميذ في الأسبوع الآخر، وهذه المرة مع توما، لأن توما شك في صحة القيامة وقال للتلاميذ، إن لم أضع يدي في إثر المسامير أو الجراح. فعندما ظهر المسيح مرة أخرى وقال لتوما، تعال ضع إصبعك في جنبي، ووضع إصبعه في جنب المسيح وآمن وصدق وقال ربي وإلهي، لأنه التقى بالمسيح الحي المقام من بين الأموات. وهنا على بحيرة طبرية ظهر المسيح لسبعة من التلاميذ مع بطرس، عندما حاولوا أن يصطادوا سمك كل الليل وفشلوا، وهنا أعانهم وأجرى معجزة صيد سمك مرة أخرى على هذه البحيرة، واصطادوا 153، وشجع بطرس وقال له ارعى خرافي. نقرأ عن ظهورات كثيرة، نقرأ أنه ظهر لتلمذي عمواس اللي كانا متشككين ومرتبين ما عسى أن يكون أو ما جرى في أورشليم، لأن البعض يقول أن المسيح قام من بين الأموات، فصار معهم في طريق إلى عمواس، فتح ذهنهم وقلبهم ليفهموا الكتب السماوية، وقال لهم أن الكتب تتحدث عن مجده، أي عن موته، آلامه وموته وقيامته، أنه ينبغي أن يتمجد.
ثم يقول الرسول بولس في كورنثوس الأولى إصحاح 15 أنه ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 شخص. في هذه 40 يوم ظهر المسيح ظهورات كثيرة لبطرس وليعقوب وآخرين كثيرون. فالسؤال الذي أود أن أطرحه في هذه اللحظة، لماذا ظهر المسيح؟ ظهر المسيح أولاً لتعبر عن مصداقية الرسالة المسيحية. فالرسالة المسيحية عزيزي المشاهد تقول أن القبر فارغ، وأن المسيح حي، أن المسيح قام من بين الأموات، وأنه في جسده الممجد يستطيع أن يلتقي بالتلاميذ. ولاحظوا الشيء اللي بيدل على مصداقية الرسالة، عادة آخر كلمات توجه قبل موت شخص عظيم، لكن الكلمات الأخيرة ليسوع كانت بعد قيامته، فأعطت التلاميذ الثقة أن يذهبوا ويكرزوا بالإنجيل ويتحدثوا عن صحة القيامة ويبرهنوا صحة القيامة وتاريخية القيامة. فعندما ظهر المسيح هذا يؤكد مصداقية الرسالة المسيحية، المسيح حي. نعم رأوا حياته الخالية من الخطية، رأوا معجزات الخارقة، تعاليمه الفريدة، رأوا أيضا موته وقيامته، رأوه يظهر لهم ويشرح لهم الأمور المختصة بملكوت الله. ثم ظهر المسيح للتلاميذ ليس فقط ليبرهن مصداقية الرسالة المسيحية، لكن ليبرهن نصرته على القبر والموت، أنه هزم الخطية، ليعطي رجاء الحياة الأبدية، أنه حي. قال لأني حي فأنتم ستحيون. إنه جرد الرياسات والسلاطين، أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، لأنه سحق الموت وهزمه. وهذا يعطينا رجاء وتأكيد ويقين أننا سنقوم وأننا سنكون معه في كل حين، لأن يسوع المسيح هو باكورة الراقدين. ثم ظهر المسيح للتلاميذ ليؤكد صحة كلامه، أنه ما قاله فعله، أنه قام من بين الأموات، لأن القيامة هي أساس إيماننا، وهي محور، بل هي موضوع كرازتنا. نكرز بالقيامة، نكرز أن المسيح حي، أنه قام من بين الأموات. ظهر المسيح أحبائي أيضا ليشجع التلاميذ، كما سمعنا من هذه الكلمات، قال للتلاميذ سلام لكم لا تخافوا، طلب أن يجسوه، أن يلمسوه أنه حي. فقال لهم تشجعوا، تأكدوا إني أنا هو. فظهر ليشجع إيمان التلاميذ، أي جعل ضعفهم قوة وطمأنهم وأراح ضمائرهم أنه شخص حي. نعم أثبت لهم وأعطاهم سبب وهدف القيامة، أنه قام وأنه ظهر للتلاميذ وأعلم عن الملكوت، حتى يتأكدوا أن كل هذه الآلام اللي مر فيها هي لمغفرة الخطايا. إن موضوع ظهورات المسيح موضوع هام في العقيدة المسيحية. فالكتاب يقول ظهر 40 يوما. نعم ظهر ليعطي المأمورية العظمى، أي دعاهم للكرازة لأنهم رأوه حي مقام من بين الأموات، منحهم قوة الروح القدس، فذهبوا يكرزون في كل أركان المعمورة. لماذا؟ لأنهم رأوا الرب، كما قال بطرس، كما قال يوحنا في رسائله، أنهم عاشوا وعاينوا الرب ورأوه بأم أعينهم. فهذا أعطاهم صحة القيامة وقوة القيامة ودعوة للكرازة أن يكرزوا بالمسيح المقام من بين الأموات. كما ذكرت ظهر لهم ليشرح لهم عن معنى الملكوت. في هذه اللحظة عندما تحدث عن الملكوت رأوه مقام من بين الأموات، فهذا يعطي مصداقية لتعليمه عن ملكوت الله، الملكوت الجديد، أنه كل من يؤمن بالمسيح يتوج المسيح ربا وملكا على حياته، نصبح من رعايا هذا الملكوت. نعم أحبائي، ظهر ليظهر أنه جسده المقام لا تحده حدود أو أي سدود،
فاستطاع أن يخترق الأبواب المغلقة، وأن هذا الجسد غير معرض للمرض أو الفساد أو الألم أو الموت. إخوتي وأخواتي، ظهر للتلاميذ في برهان ساطع، لأن التلاميذ رأوا المسيح على جبل الزيتون بأم أعينهم صاعدا إلى السماء، وكما قال الملاك للتلاميذ: كما رأيتموه صاعدا هكذا سترونه عندما يرجع مرة أخرى في مجيئه الثاني. فإذا كما نرى من ظهورات المسيح أن المسيحية ترتكز على أساسات وقواعد متينة لا تزحزحها الرياح العاتية، لا تستطيع أن تطفئها أي نيران. فالتلاميذ ذهبوا بهذه الرسالة لأنهم رأوا الرب المقام، وهذا ما أثبتوه في أورشليم عندما حاول اليهود أن يقنعوهم أو يضربوهم أو يضعوهم في السجون، لكنهم كرزوا بكل قوة لأنهم رأوا المسيح وامتلأوا من روح الله القدوس. لكن الكتاب يقول: طوبى للذين آمنوا ولم يروا. المسيح ظهر للتلاميذ، لكن المسيح حاضر في كل مكان. يقول الكتاب المقدس: هو أمس واليوم وإلى الأبد. وعندما أعطى المأمورية العظمى قال للتلاميذ: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. المسيح معنا، المسيح قريب منا، المسيح حاضر معنا، ساكن بالروح القدس فينا. لهذا يعطينا العزيمة والإثبات أننا نكرز بالمسيح الحي المقام من بين الأموات، الذي يستطيع الآن وأنت تشاهد أن يغير حياتك وأن يمنحك هبة الحياة الأبدية. أصلي أن تلتقي بهذا الشخص الرائع البديع، شخص المسيح المقام من بين الأموات. في الحلقة القادمة من برنامج إنجيل الإيمان سوف نتحدث عن معجزة صيد 153 سمكة. سعدنا جداً لمشاهدتك حلقة من حلقات نور الحياة في برنامجنا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو إن كنت تود الحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك أن تكتب إلينا على العنوان التالي لنور الحياة: صندوق بريد PO Box 30030 Toronto, Ontario M6B4J2 كندا. يمكنك أيضاً الاتصال بنا تلفونياً من جميع أنحاء العالم على الرقم 001-905-335-1534 أو اكتب لنا على البريد الإلكتروني info@lfan.com. الرجاء أن تذكر عنوان أو موضوع حلقة نور الحياة عند الاتصال بنا.